إذا سنحاول أن نسلط الضوء على هذه المشكلة ديال الحركة الانتقالية اللي الآن كلهم يبينوا بأنهم راكين ازدياد واحد العدد كبير اللي استفاد إلى آخره، وكاين هناك واحد البورسونتاج يعني ملحوظ اللي ديال اللي تزاد هذه السنة اللي وصل أكثر من 99 وانتقل إلى 33 و30 ألف والهمل كحال إلى آخره، في حين ان تلقاو بان كاينين اللي كانوا محظوظين وغوفلوا على الحقوق ديال لي عازب او عازبه او استاذ يعني او استاذه اللي مثلا او استاذ عفوا استاذ، لا حتى ما نمشوش للقضيه ديال الاستاذ لان تقدر تكون ثاني استاذه والزوج ديالها ما خدامش، راه دير ليه الطريق كيفاش دبر لي على شي خدمه ماشي مشكل. بالنسبة للأستاذ اللي عنده ربة بيت اللي هو ضحى من أجل التربية ديال ولاده باش يجيب امرأة تكون ربة بيت و تتفرغ فقط للبيت ديالها وللتربية ديال الأبناء ديالها اللي تتعطي واحد الدور تتلعب واحد الدور كبير بالنسبة للمجتمع اللي تتأديه بدون مقابل، وتتشوفوا بأن ما كاينش شي تعويضات مهمة بالنسبة للزوجة اللي ما تتكونش خدامة بالنسبة للموظف، وتزيد وتاني ورقوا عليه من تكون عنده حق وأسبقية في الانتقال. تلقاو يعني كاين اللي مزوج او مزوجه استاذ او استاذه تيديروا الالتحاق بالزوج او بالزوجه وتيولوا واكلين لهم الحقوق ديالهم. كاين اللي تناقل اكثر من مره وواحد باقي مسمر قرقو زماره في نفس المكان. اذا حتى لكان الانتقال من اجل الالتحاق بالزوج او الزوجه راه كاينين لي فونكسيون اللي تنعرفوهم ديطا اللي تتحتم تحتم على المسائل تكون تحتم على المعني بالامر انه ينتقل كل 4 سنوات. هذيك ما فيها باس ان يكون انتقال من اجل الالتحاق بالزوج او بالزوجه، ولكن هذه الحركه الانتقاليه من اجل الالتحاق خاصها تكون منعزله ومنفصله عن الحركه الوطنيه من اجل ضمان تكافؤ الفرص، وتكون بحالها من تيديروا الانتقال من اجل اسباب صحيه تديروها وحدها، وخاصتها هادي دار وحدها. ما تبقاوش تهرفوا وتعطوا امتيازات، ما كاينش امتيازات. امتيازات خاصة ينعم بها الجميع لان الظروف راها مكفسة على الجميع، بل اللي عندهم ظروف اكفس الناس اللي خدامين وحدهم والزوجات ديالهم ربة بيت ما يتنعموش، هادوك هما اللي خاصهم ينتقلوا الاوائل ماشي اللي عنده زوج ماندات. اللي اعزل كاين اللي دركا تتلقاه عازب او عازبه وعنده اسره تيهزها تتلقاه 2000 درهم تتمشي ليه غير في الكرا وفي التنقل. واحد اللي عنده جوج مانضات هو خدام ومرته خدامه هما الاولين تعطوهم امتيازات. فهاد المساله خاصها نديروا فيها شي مباشر، ان توصلنا بعدد من المكالمات من بعض الاصدقاء وكانوا متضمرين لانهم تحسوا بانهم تكلموا الحق ديالهم تبيضوا بهذا المفهوم ويرجعوا الناس ل 1980 1990 من كان تيدار مارياج ابلون من اجل الانتقال. اذا دور ترجع الماك دور 120 ما كاينش معاه من